السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جايبة لكم وصفة شوربة روعة، حقيقي بتطلب مني كتير وكمان مغذية جدا. هي اسمها شوربة خضار بالكريمة والفراخ. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنجيب كوسة، بطاطس، البسلة، البصل، الجزر، الفاصوليا، كل دول وهنحطهم في مية وملح ونسيبهم يتسلقوا. طيب بعد ما يتسلقوا، ودي حاجة مهمة جدا، مش هتبقى بقى شوربة الخضار اللي شكلها يفكرك بالمستشفى ولا بالمرضى، لا، انت هتاخدي الموضوع ده معاكي كله وتطحنيه بالهاند بلندر او في الخلاط، تمام، لحد ما تبقى كريمة كلها على بعضها كده، هو داخلين في بعض بقى مشروب سادة ما فيهوش اي حاجة واضحة من الخضروات بتاعتي. هترجعيها تاني على النار وهتحطي عليها كوباية كريمة طهي، كريمة الطهي، ماشي، وبعدين ملح، فلفل، كمون، كاري، كركم. هتكوني قبلها بقى جايبه صدر دجاجه كبيره او ربع كيلو فليه سلقاه في ميه وورق لوري وحبهان وملح وفلفل، السلق الطبيعي بتاعي. وبعد ما يتسلق هقوم مفتفتاه، عامله شرايح كده رفيعه جدا، وحطاه على خليط الشوربه بتاعي مع كريمه الطهي، واقلب كويس وتدوقي احلى شوربه شكلا وموضوعا. اتمنى الوصفه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.